السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. الفيديو الجديد بتاعنا برضو احنا لسه في الدانوب وعروض أواني الطهي، عروض أواني الطهي وأدوات للمطبخ. برضو في عروض من يوم 2 إلى يوم 8 نوفمبر، عروض أسبوعية على اللي قدامنا ده، نازل من 299 ريال الى 189 ريال الى 189 ريال. ده طقم قدور، طقم قدور للمطبخ من 7 قطع، من 7 قطع. ده الاسم بتاعه، ده الاسم بتاعه، ده الاسم بتاعه اهوت. وهنا ده العرض الخاص بيه، نازل من 299 الى 189 ريال. ده اول عرض معانا في اواني الطهي للمطبخ وادوات المطبخ. في نوع تاني برضو نازل، في نوع تاني نازل عرض. هنشوف العروض اللي موجودة في القسم ده، في حاجات كتيرة جدا موجودة هنا، ولكن احنا بنشوف العروض اللي موجودة. في هنا تيفال برضو، ده تيفال، في برضو عرض نازل على تيفال، عرض نازل هنا على تيفال برضو. هنا طقم أواني الطبخ تيفال 5 قطع، نازل من 349 إلى 199 ريال، من يوم برضو 2 نوفمبر إلى 8 نوفمبر. الطقم ده 5 قطع، 5 قطع، نازل من 350 ل 200 ريال، 350 ل 200 ريال، يعني 150 ريال. ده الطقم، هو طقم تيفال. احنا كده شفنا عرضين، عرض 7 قطع وعرض 5 قطع، والاتنين قدامكم اهو. اللي يعجبه بقى حاجة ويكون محتاجها ويكون العرض مناسب، العروض موجودة في الدانوب من يوم 2، من يوم 2 نوفمبر الى يوم 8 نوفمبر. ده العرضين اللي موجودين هنا في القدور دي. هنشوف برضو في برضو عروض هنا برضو على حاجات تانية، في عروض برضو هنا على المقلاة الغير لاصقة، يعني مثلا في نوع هنا برضو هو مقلاة غير لاصقة، برضو العرض من يوم 2/11 الى 8، الى 8/11، نازلة من 49 ل 39 ريال. مقلاة غير لاصقة 28 سنتي، دي شكلها. وفي برضو صواني، دي صينية مستطيلة نفس الشركة برضو، هي 40 سنتي، نازلة من 58 ل45 ريال. دي صينية ودي مقلاة. وفي برضو هنا مقلاة برضو غير لاصقة نفس الشركة برضو، 24 سنتي، نازلة من 39 ل29 ريال، 29 ريال. وهنا كاتب لك هنا الأفضل مبيعا، يعني ناس كتيرة طبعا أكيد تشتري منها، عشان هم كده، عشان كده هم كاتبين الأفضل مبيعا. في نوع تاني برضو 28 سنتي، نازل من 45 ل35 ريال، يعني هي نازلة 10 ريال، نازلة 10 ريال، ولكن يعني بيقول لك الأفضل مبيعا، وممكن تكون حاجات خامات حلوة، يعني ممكن تكون خامات حلوة. في برضو هنا طاولة للبيتزا، يعني الحاجات دي طاولة للبيتزا، بتعمل عليها البيتزا مثلا، نازلة من 54 ل44، وفي من 49 ل39، وفي من 45 ل34، طبعا على حسب المقاسات، يعني ال 44 دي 35 سنتي، وال 39 دي 32 سنتي، وال 34 دي كام؟ 30 سنتي. ودي شكلها من الجرانيت. في برضو حاجات زي كده، الحاجات دي بتاع شايفين هنا، دي صواني برضو، صواني او مقلاة غير لاصقة برضو، نوع تاني، ده شركة تانية. ال 24 سنتي دي نازلة من 147 ل69 ريال، ودي 28 سنتي نازلة من 184 ل84 ريال، يعني ديسكاون 100 ريال. وهنا 26 سنتي نازلة من 164
ل 75 ريال دي 26 سنتي، دي أسعارها غالية شوية عن اللي احنا شفناها في الأول. في حاجات برضو هنا، حاجات للمطبخ نازلة من 20 ريال ل 15 ريال. الحاجات دي، دي قشارة، وفي فتاحة برضو هنا، فتاحة نازلة ب 29 والقشارة دي ب 15 ريال. احنا شايفين في عروض برضو كتير، في منتجات كتير جدا هنا. في برضو المقلاة الغير لاصقة دي برضو لسه هنا في عروض تانية، في نوع تاني هو نازل من 71 ل 39 ريال، 39 ريال دي لحد يوم 17. لا، او مش محددين ميعاد، دي مش محددين ميعاد ليها. دي من 71 ل 39، نوع من المقلاة الغير لاصقة. في برضو هنا نوع اللي هو تيفال نازلة من 69 ل 59 ريال، يعني نازلة 10 ريال. برضو معظم الحاجات يعني نازلة 10 ريال. دي برضو تيفال، دي 22 سنتي، وفي واحدة تانية تيفال هي. الناس اللي ممكن بتسأل على تيفال، في برضو تيفال هنا 26 سنتي، نازلة من 119 ل 99 ريال، دي نازلة 20 ريال. شوف احنا عايزين نشوف كل العروض اللي هي خاصة بالمطبخ هنا وبعروض المطبخ. في برضو حاجات هنا، دي برضو حاجات صاج الخبز جرانيت، ده صاج للخبز جرانيت اللي احنا شفناه ده، هو كان للبيتزا. في واحدة نازلة من 159 ل 129، وفي واحدة 145 ل 114، في واحدة من 112 ل 89، طبعا على حسب الحجم بتاعها. 129 دي 50 سنتي، وال114 دي 45 سنتي، وال40 سنتي دي 89 ريال. هنا هي شفنا كده المقلاة الغير لاصقة، وشفنا الصاج دي. في برضو هنا حاجات كده برضو، قدور اللي هي الضغط دي، في واحدة نازلة 375 بدلا من 415، في واحدة نازلة هنا دي 10 لتر، دي 10 لتر و27 سنتي، نازلة 339 بدلا من 404 ريال. وبرضو ممكن نلاقي عروض تانية. في برضو الحافظات دي يا جماعة نازلة برضو عروض حلوة، هي الحافظات دي حافظات طعام، هي نازلة أول واحدة دي نازلة من 168 ل 115 ريال، وفي دي نازلة من 425 ل 299، يعني نازلة أكتر من 100 وشوية. وفي النوع ده نازل برضو، النوع ده نازل من 398 ل 275، دي حافظات طعام اهي، واحجام طبعا كبيرة، دي 4 لتر، دي 6 لتر، دي 6 لتر، وفي دي 5 لتر. في برضو هنا برضو هنا طقم قدور 9 قطع، 9 قطع الطقم اللي قدامنا ده، 9 قطع، نازل بكام؟ نازل من 499 ل 299 ريال، يعني نازل 200 ريال اهو. وفي برضو هنا نازل من 599 ل 399، يعني هنا الخصم 200 ريال. ده 9 قطع برضو، 9 قطع، طقم قدور اللي هو نفس الشركة دي بينجوين. في نوع تاني هو نفس النوع. طبعا العروض من يوم 2 نوفمبر الى 8 نوفمبر، يعني لمدة اسبوع، العروض لمدة اسبوع. في طقم تاني برضو هو يا جماعة نازل عرض برضو كويس، ده طقم قدور هنا برضو، ده 9 حبات اهو، ستانلس ستيل، ده طقم ستانلس ستيل، 9 قطع زي ما احنا شايفين كده هو، وعليها ضمان سنتين كمان، عليها ضمان سنتين، وده الاسم بتاعه. 5 قطع موجود في الدانوب، نازل من 445 ل 299 ريال، وده الشكل بتاعه هو. يعني عروض حلوة جدا في اواني المطبخ في الدانوب.
شوف برضو لو في عروض تانية، لو في عروض تانية نشوفها مع بعضينا. عايزين نشوف كل الحاجات اللي هي خاصة بالمطبخ دي. في برضو حاجات هنا، دي صواني، برضو صواني لل في هنا النوع ده، النوع ده، دي صواني كيك نازلة من 34 لـ26 ريال، 27 سنتي، ده النوع ده. وفي النوع ده نازل من 31 لـ23 ريال، ده برضو نوع تاني. في النوع ده، دي الأشكال يعني اللي بيعملها أو بتتعمل فيها. دي نازلة برضو سعرها من 35 لـ34 ريال. في نوع برضو اللي هو قدامنا ده نازل من 42 لـ32 ريال، وده من 49 لـ37 ريال. وهنا في صواني برضو كبيرة شوية من 36 لـ27 ريال. ده قالب كيك اهو، 5 قطع، نازل من 199 لـ135 ريال. قالب الكيك ده مجموعة كبيرة يعني اهي. وهنا برضو شوفنا برضو صندوق الخبز ده، صندوق الخبز ده نازل برضو هنا، صندوق لحفظ الخبز نازل من 141 لـ89 ريال. وفي نوع نازل بـ59، وفي نوع نازل بـ69 و49 و49 برضو. دي الأشكال بتاع صندوق حفظ الخبز اهو. عرض برضو لمدة أسبوع صندوق حفظ الخبز. في برضو هنا تيفال، تيفال برضو تيفال. ايه هي دي بقى؟ تيفال برضو للكيك ده، ده للكيك، دي صواني للكيكة هي مرسوم عليها كيك اهو. دي نازل سعرها من 59، نازل السعر بتاعها من 59 لـ65 ريال. تيفال 25 سنتي. دي الأشكال برضو، أشكال منها هو. نشوف بقى لو برضو في عروض تانية هنا قدام بالنسبة لأواني المطبخ. في هنا نوع تاني برضو هنا، دي شنطة سكاكين ومعالق، شنطة سكاكين ومعالق برضو. الشنطة دي شكلها هو، دي نازل عليها عرض من 520 لـ299 ريال. شايفين احنا الشنطة، الصورة هي فيها سكاكين ومعالق وشوكة يعني معالق كبيرة وصغيرة وسكاكين وشوكة. في هنا مجموعة سكاكين برضو، طقم سكاكين 6 قطع، نازل من 145 لـ99 ريال. ده الطقم اللي هو السكاكين اللي قدامنا ده، نازل بـ99 ريال بدلا من 145 ريال. في طقم برضو تاني، ده 2 قطع، اللي هو بـ99، ده 6 قطع، 6 قطع، ده 6 قطع. اللي هو بـ45، ده 65، نازل لـ45، ده نازل 2 قطع، 2 قطع، ده لمدة أسبوع. في عروض تانية برضو اللي هي 3 قطع نازل بـ54، التلات قطع ده نازل بـ54. وفي برضو ده اللي هو الـ2 قطع بـ45، بـ3 قطع 54، والـ6 قطع بـ99، والـ2 قطع بـ45، والتلاتة بـ54. في سكاكين تانية، الحبتين دول اهو، ده مجموعة سكاكين 2 برضه اهو، كام؟ 13 ريال، من 17 لـ13.
في نوع تاني نزل ب 14 اهو، من 18.5 ل 14. عروض على السكاكين يا جماعة، عروض على السكاكين. السكاكين دي حاجة خطيرة، ونازل عليها عروض هنا في الدانوب. في برضو هنا سكاكين تانية هنا اهو، تيفال. دي سكاكين يعني نوعها تيفال، او شركة الصنع تيفال، نازلة من 55 ل 49 ريال. دي عروض على السكاكين اهي. في برضو نوع تاني اهو، نازل من 24 ل 18 ريال، 3 حبات، 3 حبات. يعني في كذا عرض على السكاكين هنا، كذا عرض موجود على السكاكين. في برضو هنا مقلاية غير لاصقة برضو زي كده، نازلة من 85 ل 59 ريال، نازلة من 85 ل 59 ريال. دي خشبية باين ولا ايه؟ ولا جرانيت، باين عليها جرانيت. في هنا برضو حاجة زي كده، نازلة من 100، نسبة خصم كبيرة جدا اهو، من 136 ل 54 ريال. الحاجة اللي انا بقى مش عارفها، مش بقولها بس بصورها وبصور السعر. في هنا برضو حاجات للمطبخ، ده نازل اهو، نازل عرض حلو ده، من 162 ل 112 ريال. في برضو هنا من 218 ل 129 ريال. في عروض على ال القدور دي، في برضو عروض هنا على التيفال، برضو حاجات هنا تبع التيفال برضو هنا، نازلة من 219 ل 179 ريال. دي تيفال اهو، غطاء من الاستانلس مقاوم للصدأ، مكتوب عليها كده 22 سنتي. في برضو هنا حاجات زي كده برضو، نازلة من 137 ل 66 ريال. في هنا برضو هنا حاجات كلها أواني للطبخة اهي يا جماعة، ده زجاج، نازلة من 137 ل 66 ريال اهو. ودية تيفال برضو، نازلة من 199 ل 169 ريال. في العرض الأسبوعي ده قدر مع غطاء بي ان دي. احب الحاجات اللي يكون موضحينها كده وكاتبين عليها عشان نعرف نقولها. ده قدر مع غطاء بي ان دي 12 سنتي، نازل من 35 ل 25 ريال، من 35 ل 25 ريال. وفي هنا صواني برضو، صواني مربعة، نازلة من 58 ل 39 ريال، 27 سنتي. دي لمدة أسبوع، لمدة أسبوع، من يوم 2 نوفمبر إلى يوم 8 نوفمبر، وبرضو دي لمدة أسبوع. في برضو هنا دي اللي هو قدر الضغط ده، نازل من 229 ل 199 ريال، 229 ل 199 ريال. في برضه نوع تاني تيفال اهو، تيفال ده الاسم بتاعه هو تيفال، طنجرة ضغط، نازلة من 1119 ل 849 ريال. دي تيفال حل الضغط، احنا بنقول عليها حل الضغط، هما كاتبين هنا طنجرة ضغط تيفال. ودي شكلها، حاجات كتير جدا موجودة وأسعار حلوة على فكرة. في تاني ولا احنا كده خلاص؟ كده ممكن في الآخر كده. ايه بقى ده؟ ده واحد مسافر ومعاه شنطة. دي حاجات كده حلوة بقى للمكتب، تحط كده في
في برضو عربيات هنا. المشكلة ان يعني الحاجات دي مصنوعة منين؟ شكلها من الخشب ولا ايه؟ ولكن سعرها غالي جدا. يعني دي عربية نازلة من 203 ل 145 ريال، في انواع خشبية اهو، انواع خشبية دي حاجات للزينة كده، او تتحط زي يعني زي انتيكات كده مش عارف والله. نازلة من 214 ل 152، ودي نازلة من 203 ل 145، اسعارها غالية جدا. يعني شوف ده زي القطر مثلا، ده من الخشب، من الخشب ده زي القطر. ودي عربية بس حلو، شكلها حلو بس أسعارها غالية، غالية جدا ما شاء الله. دي كانت مسك الختام للفيديو يا جماعة. في بغبغان برضو هنا، هو في يد تسلم على يد، في يد على شكل قلب. الحاجات دي 104 و100، في هنا تماثيل، دي في الشيف، ده الشيف اهو 75 ريال. ده طبعا مفيش عروض بقى على الحاجات دي هنا. طيب كده احنا بنختم معاكم الجولة اللي كانت في الدانوب على أواني المطبخ، أواني المطبخ والحاجات اللي هي خاصة بالمطبخ. ده كان فيديو موجود من الدانوب، عروض موجودة في الدانوب. أتمنى يا جماعة ما تنسوش اللايك وتدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. لو انت مش مشترك اشترك معنا في القناة، كل يوم معنا جديد وعروض جديدة من كل مكان. كنا معاكم النهاردة من الدانوب وعروض الدانوب في أواني المطبخ الخاصة بالمطبخ. شوفنا حاجات كتير جدا، شوفنا حاجات كتير جدا جدا وأسعار حلوة. أتمنى تكون الناس كلها استفادت معنا. تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، الاشتراك في القناة، اللايك 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 مهم جدا جدا. نشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.